شوفي الغزالة ديالي، شوفي نقول لك واحد الحاجة، اللي سولك على البشرة ديالتك من بعد ما غتبداي ديري هذا السيروم هذا، اللي سولك شنو كديري عندك تعطيهم شنو كديري؟ لا قولي لهم سيروا القناة بيوتيبيو او لا بارطاجي معاهم الفيديو باش حتى هما يدخلوا يشوفوني وباش حتى هما يشوفوا الماسكات الجداد اللي جايين، وعندك تقوليها لهم ردي البال بارطاجي معاهم. يلا لالا خليك معايا حتى الاخر باش تشوفي هاد السيروم الغزال يا لالا، وردك بالله راه كتشعلي. سلام البنات، كديرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، شوفوا حبيبات ديالي يا الغزالات ديالي، انا دائما كنبغي السيدات يكونوا دائما جميلات، دائما غزالات، دائما بلارات. شوفي راه حتى شي حاجه ما كتستاهل ولو اننا ما نعرف فين نكونوا واصلين، مع اننا قلت لك ما عرفت فين نكونوا واصلين، خاصنا نتهلاو فراسنا، خاصنا، لان اول حاجه ستريس كيبان لينا في الوجه ديالنا. النصائح اللي كنعطيكم انا راه يعني حقيقيه، غير تبعوني، غير تبعوني حقيقيه، ومازال محتاجه الدعوات ديالكم ليا، باقي ربي خاصو يفرجها عليا، يا ربي تفرجها عليا وعلى المتتبعات ديالي كاملين يا ربي. شوفوا بغيتكم تدعيو معايا، مازال 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 محتاجه الدعوات ديالكم الزوينات ديالي، الغزالات ديالي، الله يرحم لكم الوالدين، وتنتوما الله يسهل عليكم، والله يفكر باي وحده، والحمد لله. هادشي اللي نقول لكم، ما كنبغيش نبقى نهضر بزاف في المشاكل وهذا، لان كيف قلت لكم راه حتى شي حاجه ما كتستاهل. اليوم لاله جيتك بواحد السيروم اللي هو غزال، غزال غيخلي لك وجهك بالله راه يا اختي كيشعل. شوفي هاد السيروم هذا الا ما تقتيش بيا جربيه ومسخيني وكدبيني ديك الساعات كيف ما بغيتي، يلا ها لالا غير جربيه، ما بغيتيش جربيه انت يا ديري وعطيه لشي وحده تجربه وتشوفي الوجه ديالها كيفاش غادي يولي. انا الا قلت لكم واحد الكلمه راه تنكون متاكده منها وباصمه عليها ومسينيه عليها، يعني قلتها لكم راه غتوقع، غادي توقع. شوفي حبيبه ديالي وجهك كتحسي به كيتجبد، الابتسامه الحزينه ما كتبقاش. شوفوا والله العظيم نقول لكم واحد الحاجه، ستريس، ستريس والمشاكل، انا هاد الايام هادي شوفوا مع هاد المشاكل اللي عندي وهاد ستريس وهاد يعني دائما معصبه، دائما ما ضحكاش، دائما والله العظيم وليت كنشوف في المرايه وليت كتبان لي ابتسامه حزينه، أمين شو هادشي هذا؟ وشوفوا حيت انا حزينه سبحان الله العظيم، يعني الوجه ديالك كيعبر لك على الحزن ديالك، كيعبر لك شنو شنو بالداخل ديالك. كنتمنى كنتمنى للسيدات كاملين انهم ياخذوا الامور ديالهم بالمكتاب، قولوا مكتاب الله، هادشي اللي كيوقع لينا راه مكتاب الله، اللي جات من عند الله مرحبا بها، وتنطلبوا الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. شوفي حبيبتي راه قلت لك هاد السيروم هذا غادي يحيد لك التجاعيد، غادي يحيد لك الكلف، غادي يحيد لك النمش، يعني التصبغات اللي عندك في الوجه ديالك، راه غزال، غير تبعيه، تبعيها حبيبه ديالي، ديريه في الثلاجه وبقاي دائما ديريه. مكونات هي جد بسيطه في متناول اي سيده، غير حنا يلا يهدينا الا ما بغيناش، حنا الله يهدينا بعض المرات كيجينا واحد العكز خايب، هاد الخلطه هادي ما فيها لا عكز لا والو، بالزربه كتصايب وسهله. دائما حنا كنجيبو المتناول وكنجيبو السهل، ولكن كنجيبو النتيجه اللي تكون قويه وزوينه. سيداتي شنو المكونات اللي غتحتاجي؟ غتحتاجي اوراق النعناع اللي هي ماشي يابسه، اللي هي طازجه خضراء، اوراق النعناع غادي ناخذوها لالا، اوراق ديال المعدنوس اللي هو البقدونس، المعدنوس الاوراق ديالو اللي هو البقدونس. كذلك سيدتي كناخذ كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب. غنعطيك المقادير اللي غادي ديري، غادي تاخدي النعناع 3 ديال المعالق كبار ديال النعناع، والنعناع يكون مطحون، غتشدي دوك الاوراق غطحنيهم، غتاخدي 3 ديال المعالق كبار ياك، ما كفاتكش 3 المعالق كبار ديري يعني جوج ونص بحال هكذاك، ولا المهم 3 المعالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف. نفس الكميه في البقدونس كذلك يكون مطحون، ملي كنطحنوه في ديك الخلاط ديال اللي كنحط نديرو فيه التوابل
كنطحنوا فيه التوابل العطريه، كنطحنوها غنطحنوا في هذاك الصغير. علاش؟ باش كيتجمع لينا الخليط وكيتطحن ليا بالزربه، باش ما غندير معاه لا ماء لا والو، غنطحن غير دوك الوريقات ديال النعناع باش يتطحنوا ليا، نديرهم في هذاك الخلاط الصغير اللي كندير فيه التوابل العطريه، وكذلك اوراق البقدونس كذلك كنطحنهم فيها باش ما نزيد لا ماء لا والو. كيتطحنوا ليا كنحصل على واحد العجينه، هذيك العجينه حبيبه ديالي كناخذها، كناخذ منها ثلاثه المعالق هكا وثلاثه المعالق هكا من النعناع ومن البقدونس اللي هما مطحونين، كناخد داك كنزيدهم على داك الحليب، كاس ديال الحليب، سمعتيني يا حبيبه ديالي، كاس ديال الحليب غتشديه غتغليهم، ديرهم فوق النار غيتغلاو، كي تيغلى داك الحليب غادي بحال غيفيض، حنا كنقولوا غيفيض يعني غيطلع داك الحليب، وغنطفي عليه نطفي عليه ونخلي هذاك النعناع وداك البقدونس فيه حتى كان يبرد، هو كيبرد وهذاك البقدونس وداك النعناع كيطلقوا كنعرفوا حنا داك النعناع راه منعش راه مبيض راه مزيل للكلف، راه كينشط ليا الدوره الدمويه اللي عندي في الوجه ديالي، عنده فوائد كثيره. كنعرفوا البقدونس كذلك فيه فيتامين سي، هو مبيض مزيل التجاعيد، يعني مكونات اللي هي رائعه رائعه. هاد الخليط سيداتي كنشدوه كنخليوه حتى وكان يبرد ويطلق مع بعضياته، من بعد الحبيبه ديالي كنصفيوه، صفيه ديريه في واحد الاناء اللي هو فيه بخاخ، وديريه في الثلاجه بقاي كل نهار صباح وعشيه رشي به الوجه ديالك. ايوا الحبيبه ديالي بغيتي ترشي الوجه ديالك مزيان وديري واحد ورق المطبخ او لا ورق كلينكس وتحطيه على الوجه ديالك وتعاودي ترشي فوقه وتخليه، راه رائع، راه طريقه زوينه. عاوتاني كذلك هذاك الخليط هذاك الحليب اللي فيه النعناع وفيه البقدونس مطحونين ممكن ديري فيهم معلقه ديال العسل او لا معلقه ديال زيت الزيتون، حاجه وحده فيهم، يا معلقه ديال العسل يا معلقه ديال زيت الزيتون، وبدون ملح زيت الزيتون. كنقول لكم دائما كنمشيو لداك الشيء الطبيعي لان الملحه غتحرق ليا البشره ديالتي الا بقيت كنديرها كل نهار، هي واخا الملحه راه مزيانه البشره كمقشر ولكن باش نديرها كماسك لا. ايوا الحبيبه ديالي غادي ديريها الوجه ديالك يا معلقه ديال زيت الزيتون مع الخليط يا اما معلقه ديال العسل اللي بغيتي، الاختيار تبقى عندك، كتبقي ترشي وجهك صباح وعشية جوج مرات في النهار يوميا، ماشي ثلاثة ولا أربعة المرات كيف كنقول لكم الماسكات، يوميا ديريها غادي تشوفي التغيير في الأسبوع الأول، الأسبوع الأول غتشوفي التغيير الحبيبة ديالي، غتولي تخرجي غيقول لك شنو درتي أختي الوجه ديالك، عافاك شنو درتي لوجهك، عافاك بشرتك تبدلات، عافاك، قولي لنا السر. أيها لالا صحاباتك كلهم غيوليو يسولوك وجيرانك غادي يسولوك، ولكن ما تبخليش عليهم، ما تقوليش ليهم لا، قولي ليهم سيروا لقناة بيوتي بيو قناة بيوتي بيو سيروا ليها، راه عندها هاد، ولا بارطاجي ليهم بارطاجي معاهم الفيديو باش العائلة قلت لكم تكبر ونعطيو احسن. دائما قلت لكم انا غادي الا بقيت غادا وكنكبر راه غادا وكنعطيكم الاحسن والاقوى. شوفي يا حبيبه والله العظيم ما تندمي الا درتي هاد الماسك هذا، راه غزال غزال. وما تنسيش تغسلي من بعد ما كتغسلي الوجه ديالك ضروري بالليل كريم مرطب، بالعشيه منين ما تعاوديش تخرجي ديري كريم مرطب للوجه ديالك، مع ان هاد الماسك هذا راه مرطب اصلا. ايوا شنو بغيتي يا حبيبه ديالي، شنو بغيتي، رشيه بارد على الوجه ديالك، ما تنساش بارطاجي وما تنساش البصمه وما تنساش التعاليق، انا دائما كنقرا التعاليق، راه هنا واخا ما بعد المرات ما نجاوبكش رانا كنقرا التعاليق. ايه لالا ايه، يلا مرحبا والف مرحبا، بارطاجي لالا الغزاله ديالي، بارطاجي ليا مع صحاباتك مع جيرانك مع اللي عزيز عليك. السلام عليكم.